طبعا هذه الدورة الرابعة مرت بظروف صعبة، ابتداء من تغيير الحكومات، يعني تغيرت أكثر من حكومة، وبالتالي التظاهرات الموجودة في الشارع والضغط الجماهيري، كذلك جائحة كورونا، الوضع الاقتصادي، كل هذه الأمور أثرت على هذه الدورة. فبالتالي هذه الدورة قامت بإنجاز بعض القوانين المهمة وأكملتها، وأنتم تعلمون يعني هناك مشاكل حتى داخل مجلس النواب، أخر كثير من القوانين، لكن الحقيقة نستطيع أن نقول عمل البرلمان لا نقول ضعيف جدا، نقول متوسط للظروف الذي مر بها البلد. هناك قوانين مهمة تم إنجازها، قانون الانتخابات، قانون مفوضية الانتخابات المستقلة، قانون المحكمة الاتحادية، قرار حل نفسه، طبعا هذه قوانين مهمة، الموازنة لعام 2019، موازنة عام 21، لكن نعم هناك قوانين كان المفروض مجلس النواب إكمالها، مثلا قانون النفط والغاز قانون مهم، قانون الأحزاب قانون مهم. نعم مشكلة في مجلس النواب لهذه الدورة التغيب الواضح، يعني هناك دائما بالضبط أكثر في من هذه 100 النقطة، نائب ربما قد غير نتفق أن موجود. هناك قوانين مهمة مررت، لكن في المقابل كان هناك تغيب كبير، كان هناك عسر في تمرير هذه القوانين بسبب صعوبة انعقاد الجلسات وتغيب عدد كبير من النواب. نعم، هو أنا أقول فعلا يعني منذ بداية الدورة يعني هناك نواب لم يتغيبوا يوم واحد، وهناك نواب يعني دائما باستمرار غير موجودين، يعني في بعض الأحيان يحضر لنا نائب نحن الجميع ننظر له ونقول هل هذا هو نائب معنا في الدورة؟ يعني نسأل القريب منا الجالس في مجلس النواب لا يعرفونه، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة في هذه الدورة، يعني الغياب واضح، وبالتالي عندما يتغيب 100 نائب يؤثر على عقد الجلسات، أكيد على إكمال النصاب، هناك كتل سياسية عندما يكون هناك قانون لا يخدمها تقوم بالانسحاب ويكسر النصاب، وبالتالي هذه المشاكل أثرت على هذه الدورة، لكن المهم أكملنا القوانين التي تخص الانتخابات، وهذه هي مهمة جدا، وخاصة قانون المحكمة الاتحادية، وبالتالي أنتم تعلمون هناك أغلب القوانين تأتي من الحكومة الاتحادية، وهو أغلبها تعديل قانون أو الاتفاقيات دولية، وبالتالي طبعا أكيد هناك قوانين مهمة تخدم المواطن لم يتم تشريعها أو الدخول في مناقشتها. نعم الوضع البرلماني نعم، غير مستقر، حتى انتقادات عقد ليست الجلسات فقط في في الجانب أوقات متأخرة. التشريعي سيد بدر، أيضا في الجانب الرقابي هناك من ينتقد البرلمان ويقول أنه مخفق في عمله تحديدا في هذا الجانب. يعني العمل الرقابي أنتم تعلمون مجلس النواب مكون من لجان، وهذه اللجان طبعا كل اللجان تعمل داخل مجلس النواب، واستطاعت استضافت كل الوزراء المعنية بها، يعني أضرب لك مثلا لجنة الأمن والدفاع اليوم من خلال عملها قامت باستضافة كل الوزراء الأمنيين والقادة الأمنيين والمعاونين والوكلاء، وبالتالي يعني هذه عملية رقابية واستضافتهم واستوضحت منهم كثير من الأمور، أنجزت كثير من القوانين التي تخص هذه اللجنة، لكن نعم عمل مجلس النواب ليس بالمستوى المطلوب، وكان واضح هذا، ونحن كنا نتمنى أن تكون هذه الدورة هي أحسن الدورات، لأنه أكو تفاهم داخل المجلس يعني في الفترة الأخيرة، لكن للأسف هذا هو حال مجلس النواب، واستطاع أن ينجز هذه القوانين، وبقي لدينا الفصل الأخير، إن شاء الله نستطيع أن نكمل القوانين التي جاءت من الحكومة أو من طيب، رئاسة الجمهورية سنتحدث تعديل عن قوانين، الفصل الأخير وبالتالي وما حتى ينوي نكمل الدورة. البرلمان تشريعه في هذا الفصل، لكن لدي هنا أن المرصد البرلماني يتحدث عن خرق قانوني سجل على البرلمان من خلال عقد جلستين بيوم واحد وعقد جلسات بلا جدول أعمال وأيضا عقد عدة جلسات في يوم واحد ولوقت متأخر، كيف تنظرون لوجهة النظر هذه؟ طبعا هذه المشكلة الكبيرة التي نحن نعاني منها، عندما يتم عقد الجلسات صباحا نبقى جالسين يحدد موعد الجلسة، طبعا من خلال وجودي في مجلس النواب ولا جلسة من الجلسات عقدت في وقتها المحدد، كل الجلسات تتأخر من ساعة إلى 3 ساعات إلى 4 ساعات إلى 10 ساعات، طيب هنا أين وهذه دور المشكلة الكبيرة رئاسة التي البرلمان في نعاني منها. سيطرتها على النواب؟
نعم، هو الدور طبعا إدارة الجلسات مرتبطة برئاسة المجلس، فرئاسة المجلس هو الذي يتحمل إدارة الجلسات، وبالتالي هذه الأخطاء طبعا يتحملها المجلس، وإذا كانت أكثر من جلسة في يوم واحد كذلك مجلس النواب هو الذي يقرر الجلسات، رئاسة المجلس هي الذي تقرر الجلسات. كذلك عندما لم يصدر جدول أعمال وتعقد جلسة، نعم رئاسة المجلس هو الذي يتحمل هذا الإخفاق، وبالتالي النواب يكونون حاضرين وملتزمين. يعني بقينا في أحد الأيام لحد الساعة 4 صباحا، وبالتالي يعني نحن متواجدين، لكن الإخفاق تتحمل رئاسة مجلس النواب.